اهلا بكم سادة المشاهدين في هذه الحلقة من جدل العراقي. الوطن المسروق عنوان حلقتنا لهذا اليوم. الوطن المسروق عنوان حلقتنا لهذا اليوم. رحبوا معي بضيوفي في هذه الحلقة، كل من الناقد السياسي فرهاد دزئي هنا من استوديوهاتنا في أربيل، أرحب أيضا بالسياسي أوراس المشهداني والباحث في الشأن السياسي الأستاذ أحمد السراجي، ينضماني معي من بغداد الحبيبة عبر سكايب. خل أبدأ وياك كاك فرهاد. هلا حبيب قلبي، ولا باش، كيف الحال؟ الحمد لله. سجل السرقات اللي تعرض لها العراق والعراقيين بس فلوس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وتحية لضيوفنا واخواننا اعزائنا في بغداد. ايوارا باش، اشو باش، لان ايوارا باش بالصيف هيج وقت ايوارا، لكن هسه اشو باش، شو باش، وبالفارسي شب خير، وبالتركماني يقجل حتى ما يزعل اخواننا التركمان. طيب طبعا الناظر لحلقتنا اليوم ممكن في البداية يرى اننا نتكلم عن سرقة الاموال، عن سرقة الاموال فقط. الوطن سرق من حصلت ثورة 14 تموز في عهد الملكي، لكن بعد الاحتلال صنفين من السراق استلموا العراق، السراق الكبار ومعروفين وتوابعهم من السراق الصغار، والوطن سرق من جميع النواحي. يعني أنا قمت بالبحث ما شفت شيء ايجابي في يعني كل الوزارات، من ناحية التعليم، من ناحية التدريس، من ناحية الصحة، من ناحية الخدمات، كل اللي له علاقة بالحياة الانسان لا وجود له. اذا اين تذهب هذه الاموال؟ له وجود لكنه ليس ايجابيا ربما. لا, لا 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 ما بين علينا طبعا، اذا شيء النعمه يعني اذا ما تظهر يعني احنا بدنا نسير من تخلف الى تخلف، من جهل الى جهل، من سوء الى سوء، يعني من قريت فقر الى فقر. قريت تقارير عن التعليم في العراق، تقارير صادمه بمعنى الكلمه، يعني خاصه المناطق المتضرره، مناطق اخواننا السنه العرب 90-95% يقرا ما يعرف ما يفهم اصلا، حتى نكون منصفين حتى هنا في الاقليم، يعني ناس الصف الثالث المتوسط ما يعرف يكتب اسمه او اسمه واسم ابوه. الخلل طبعا في المناهج، يعني كل الوزارات، كل اللي قاموا منذ 20 سنة لا منهج، لا نظام، لا قانون، عبثية وسرقة. والغريب في هذا يختلقون أزمة تلو الأزمة حتى الناس ينسوا، يعني مثلا مسألة هاي سرقة الضرائب، لا مو قرن، ليش قرن؟ القرن هاي 400 مليار دولار اللي انسرق، هذه سرقة. من اللي سرقها؟ اي ما اسال ابو اسراء 8 سنوات يعني. المهم فهذه سرقة الضرائب مو سرقة القرن، القرن 400 مليار دولار لحد الان ما حد يعرف وين. سرقة هذه الضرائب يعني مثلا كمثال بسيطة مو لا مو بسيطة، اعتقلوهم مو لا وطلعوا طلعوا الولد هسه، طلعوه بكفالة. لا لا، الوان الأموال وينها؟ قال لك ليش ما أعلنوا عن الرأس الكبير اللي سرق المال؟ وين مليار دولار؟ وين انتقل هذه الأموال؟ لوين؟ أنت تريد تورطني؟ أنا ما دورتك، بس دا أسألك. قلت لك فهذا كمثال هو في التعليم، في الحياة، في يعني في كل شيء. يعني اريد اجيب وزاره من اول حكومه، حكومه اياد علاوي الى يومنا هذا، جيب لي وزاره اعلن عن خطه الخمسيه، عدهم لا شيء، كلها تتفق حيتان، يعني خاصه صلاح الدين ودي على يا لطيف، يعني متضرره اكثر. فكل الوزارات لا منهج، لا خطه خمسيه، لا حركه، الا السرقة. السرقة سرقة سرقة العقول. وين علماء العراق؟ وين علماء العراق اللي بنت 65 ألف عالم من جميع الاختصاصات بعد أول يوم من الاحتلال الأمريكي البريطاني الغاشم والإيراني الغاشم الآثم للعراق؟
للتذكير ثلاث دول احتلوا العراق مو بس بريطانيا و اي وين العقول العراقيه وين علماء العراق وين اللي اوصلوا العراق الى مصاف الدول المتقدمه في سنه 98 العراق وصل الى مصاف الدول المتقدمه من كل النواحي بغض النظر عن وجهه نظرنا عن النظام ظالم بائد ابيض اسود نحن نتكلم كنظام نظام التعليمي في العراق من أرقى الأنظمة في العالم نظام الصحي في العراق من أرقى الأنظمة في العالم تتكلم ككردي كان سابقا في جبهة المعارضة لهذا النظام هذا واقع شوف أخي الكريم إحنا هذا واقع نحن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر الكبرى رفع رأس أبي جهل قال هذا فرعون هذه الأمة بس في كتب السيرة يقول كان رجلا شجاعا كان كريما يجي لضيوف يذبح أربع خمس جمال بعران يعني هذا شيء وهذا شيء آخر الرجل ظلمني ضربني عدم أقربائي عن خمسة من ولد عمي هذا شيء شخصي ثانوي لكن كنظام كدولة كنظام لا في أواخر الثمانينات 90-89 العراق ضمن مصاف الدول المتقدمة طيب أي صحة تعليم تربية يعني كل النواحي خل اشوف سجل السرقات ايضا اللي تعرض لها العراق والعراقيين اموال فقط برؤيتك استاذ اوراس مرحبا استاذ اوراس مرحبا بك تحيه لك وقناتكم الكريمه وضيوفك الاعزاء حياك الله سجل يعني حقيقه نعم استاذ انس اقول لك سجل السرقات بس فلوس نعم. سولف لي شن باق منكم انتو يا 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 خط ممتد يصل بغداد يا حدود بغداد نعم استاذ انس من بعد 2003 بعد ما كانت الناس تأمل انه راح يجي نظام ديمقراطي نظام العمران نظام اللي راح يدخل العراق بلد تكنولوجي وكهربائي ويعيشنا الأحلام الوردية اللي كانوا العراقيين اللي الآن عضوا أصابع الندم على الإطاحة بنظام ومجيء حكومات متلكئة حتى في فرض قراراتها من بعد ذاك الوقت ما بقى للعراق شيء ما انسرق غير السماء مالته وربما حتى السماء صارت بها استثمارات اللي هي خطوط الجوية لهذا السبب اليوم الشعب العراقي هو على دراية كاملة باسم السراق وأحجام سرقاتهم لكن اليوم نعتب على هل السراق اللي يسرقون مليارين وخمسمائة مليون دولار يطلعون بكفالة قبل السيد قاضي النزاهة في محكمة الكرخ مع جل احترامنا إليه ينشم الحالة حال اللي بايق قنينة وبايق كنينس بالثقافة يطلع في قانون أصول المحاكم الجزائية سارق المال العام وهادر مال دولة يطلع بهكذا طريقة السيد يعني السوداني قال يريد يرجعهن الرجال يعني ما بيها شيء وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة فرهاد دزه ايش بيك تضحك فرهاد دزه هذه نكتة العصر ما حد ينهبه وهو ما حد ينهبه هاي بعد الطاقة اي نعم نعم هاي الصورة متداولة الصورة متداولة بعد اطلاق صراحه والرجل اصلا صاعد بسياره وقاعد لي ورا حاله حال الشخصيات السياسيه واللي موجوده في الدوله تمارس اعمالها بهيبه وبطريقه يعني هذا هم هذا هم راح يوفروا له سجن فايف ستارز خمس نجوم يعني حال انسجنوا بتهم مشابهه اليوم اصبح السارق مأيوب في المجتمع العراقي يا باطني والله يا حسافه اللي يطلع من السجن يطلع ببدله مال حرامي مال سارق مو يطلع بزي دبلوماسي يلبسونه سياسيين وقاده المؤسسات التنفيذيه تعال خلينا نحكي بعراقيه صلي على النبي جتك الكهرباء جتك الكهرباء ال 65 ال 65 مليار اللي انباقت بقطاع الكهرباء هاي وحده منهم مثلا يعني انس هذا قول حق لين قول حق الحمد لله الله شقفنا بالكهرباء جتي حتى تطلع الصوره واضحه خاف يريد يقيمون دعوه حتى ياخذوها كامله
فيطلع يتصارق بهيج اموال وهادر هيج مال، واللي وراء غطاء سياسي وغطاء حكومي المفروض يطلع مكلبش حاله حال اقلها الابرياء اللي محكومين بجريره المخبر السري واللي بايق كلينس واللي بايق لقنينه. مو لهاي المرحله يوصل الاستهزاء بالمواطن العراقي، مع احترامنا لبرنامج السيد محمد الشاع السوداني ومع احترامنا لماكنته اللي بدات تعمل، احنا قلنا بدا يقصي وبدا يحاسب وبدا يعني يفعل الدور الحقيقي اللي هواجس العراقيين دائما يتداولونه في خطاباتهم وحتى في جلساتهم اليوميه، لكن مو بهاي الطريقه يا دوله رئيس الوزراء. هذا من تاخذه بطريقه تليق به، تليق بالسارق. ربما ما تروح يجوز هو يقيم دعوه علي ويذبني جوا، هو نفسه نور لان شهرت به، بس مو بهاي الطريقه يتم استفزاز الشعب. شفنا الصوره اللي طلعت بها الاموال اللي موجوده على يمينك وعلى يسارك، واليوم العراقيين يقولون يعني قراتها في العديد من المجلات داخل القنوات وفي الاعلام مواقع التواصل الاجتماعي، يقول لك يجوز هاي الاموال جاي بها بالمصرف حكومي خلاها على يمينه. وين الورقه؟ وين المذكره اللي من خلالها رجعت الاموال الاستلام والتسليم؟ وين طريقه الاستلام والتسليم؟ الشعب همات اصبح يعني مو لهاي الدرجه يتغابه ويمر عليه هيك برنامج. فدوله رئيس الوزراء، انت قائد عام القوات المسلحه وانت الشخصيه اللي تحافظ على المال والعيال داخل البلد، المفروض هيك شخصيات يتم اقصاهم بالطريقه اللي تليق بيهم وبالطريقه اللي تقوم قول انه احنا دوله واحنا نخضع للقضاء والشعب اليوم يدعم القضاء، يعني نقول القضاء الشافه وتعافى، اخذ كبسوله عافيه وتحرر من القرارات والهيمنه السياسيه بعد الخطاب اللي سمعناه من رئيس مجلس القضاء الاعلى. حال فرحنا وحال قلنا انه احنا اليوم بلد قوي واليوم بلد بدا يضاحي ويفرض قراره على القرارات السياسيه، لكن هذا القرار اتضح انه نور السارق الظاهر مبتز الدوله او مساومها، انه لا تطلعوني واروح اجيب لكم الاموال واتحاكم واجيب من بعدي، لو اللي من بعدي هم اللي راح يتوسطوا لي ويطلعوني. والظاهر هذا اللي صار، انه اللي ورا نور ضغطوا على الدوله وعلى المؤسسات في سبيل اخلاء سبيله وطلع بهذا الشكل. ثق خروجه بهاي الطريقه سيشجع على السرقه، خروجه بهذه الطريقه سيشجع على السرقه، راح يقولون ايه سبع طبعا ايه طبعا. اقسم بالله شكو واحد سارق هسه وقاعد برا راح يروح يسلم نفسه بالقضاء وعليه دعوه داخل القضاء ويقول لحالي حال نور ارجع السرقات اللي عندي واخذ 25-30% تصير كومنشنات ويرضى الجهات اللي موجوده. احنا محمد الشياع السوداني هو دخل في غابه او دخل في شارع مليء عذرا لللفظ في النفايات، لا يقدر ينفى وحده ولا يقدر ينفى بادوات قليله، لازم بادوات شرسه وبادوات يقاوم بها الموجه السياسيه اللي موجوده قبال، لان احنا نعرف اللي ورا نور مو سلطه تنفيذيه مستحيل، او اللي ورا نور اجزاء من السلطه التنفيذيه مع غطاء سياسي نعم. محمي به بقوه قدر يحرر نفسه بهاي الطريقه. عموما علامات استفهام عديده على هذا الملف، والعراق الله يعينه على الجاي، لكن نقول انه هي استاذ اوراس ترى اذا صافي على بوقت نور سهله، بس اذا اروح للاستاذ احمد السراجي واسال سؤال جوهري، سؤال ما له علاقه يمكن بالسياسه، له علاقه بينا ايضا كعراقيين، اعمارنا وشبابنا وحياتنا ومدننا ما انباقت استاذ احمد. في البدايه استاذ انس احييك واحيي ضيوفك الكرام الاخ اوراس والاخ فرهاد من اربيل. يعني الحقيقه استاذ انس هذا السؤال له اجابات متعدده، لكن اهم اجابه لهذا السؤال وهو ان السارق لا يمكن ان يسرق شيء اذا لم يجد ثغره في ذلك البيت او ذلك الشخص او ذلك المجتمع. بالحقيقه المجتمع العراقي بعد 2003 سرق شيء منه جدا مهم وهو الولاء للوطن والاحترام للفرقاء، واصبحنا اليوم شعوب متفرقه
بسبب النظام الذي كتب بعد 2003 على أساس المخاصصة وعلى أساس الطائفية والتوافق. هذا جعل اليوم هذا النسيج الاجتماعي المتكامل، النسيج العراقي اليوم مفكك. فالكردي يبحث عن حصة له في الحكومة، كذلك السني والشيعي. صارت المسميات الطائفية هي العنوان، وغاب الاسم العراق من كل هذه العناوين. الولاء للوطن أصبح اليوم آخر ما يفكر به مع الأسف الأغلبية من العراقيين. لذلك هذا المجتمع اليوم من السهل اصطياده وسرقته دون أي اعتراض. يعني اليوم نسمع بسرقات ومليارات تنهب، لكن لا نرى أي رد فعل من الشارع العراقي. أصبح اليوم مدجن، وأصبح اليوم مستسلم ومسترخي. لو حصل هذا الأمر في أي بلد من بلدان شرق آسيا كاليابان وكوريا وألمانيا، ربما لسقطت الحكومة بلحظات. يعني نحن نسمع عن سرقة بسيطة لرئيس وزراء أو ليس السرقة، ربما هفوة على أثرها تستقيل الحكومة كاملة. لكن اليوم في العراق مع الأسف أصبح هذا الشعب لا يعي خطورة الأمر. هذا البلد العراق الذي يمتلك ثاني احتياطي نفطي في العالم، والذي يمتلك عمق تاريخي لا يفترق. فالقضية أنا أقول وأركز على هذه الجزئية دائما، القضية هي قضية تخص الشعب العراقي. متى ما وعى الشعب العراقي إلى ما يجري وما تقوم به هذه الحكومات المتعاقبة، حين ذاك من الممكن أن يقف وقفة رجل واحد ويقول للحكومات أنتم مسؤولين اليوم، مسؤولين أمام الشعب ومحاسبين، وعليكم فتح الملفات. لكن هم اليوم مستريحين ومسترخين، ويعرفون أن رد الفعل على العكس مطمئنون، لأنه اليوم فئة من الشعب دا تقول عافية دا يجيب لنا حق. شلون يجيب لكم حق؟ هو دا يلفط حرامي. أحسنت، يعني أحسنت. وأنا أقول دائما أقول وأكرر هذه القضية، أنه كيف ننتظر من السيد السوداني وهو جاء بنفس الآلية التي سبقت، وكل الحكومات على نفس الطريقة، أحزاب تتوافق وتأتي بشخصية ويجعلونه رئيس وزراء. فهل نتوقع من هذا الرئيس وزراء الذي جاء من قبل هذه الأحزاب أن يحاسب الأحزاب؟ قطعا سيحرق الوقت ويقضي الأمور فقط في الإعلام، يفتح هذا الملف يغلق هذا الملف، وما نشعر إلا والأربع سنوات انتهت، ثم نبدأ بانتخابات جديدة وهكذا. ومنذ 2003 وإلى اليوم لم نرى أي تغيير في العراق، بل على العكس اليوم العراق من أسوأ بلدان العالم في كل القوائم. هو في مؤخرة القائمة، إلا في الفساد فهو في المقدمة، يعني على كل الأصعدة. التعليم اليوم أصبح غير معترف به حتى على مجال الرياضة. يعني الكل يعرف قبل أيام الفريق الكوستاريكي كيف رفض الختم العراقي. هذا العراق اليوم دول ترفض أن يوضع ختم العراق على جوازاتها، والسبب أمريكا. يعني يقولون نحن نذهب إلى الولايات المتحدة، وهنا قانون في أمريكا يحاسب كل من وضع ختم العراق على جوازه، وأمريكا هي التي تسببت بهذا الأمر. ولا توجد لدينا خارجية أو حكومة تحاسب الأمريكان من أجل رفع هذا الأمر وهذا القانون. إذا نحن اليوم مسروقين من كل الاتجاهات ومن كل النواحي. بلد اليوم محطم مفكك، ولولا نعمة ارتفاع أسعار النفط ووجود سيولة من خلالها يسكتون أفواه البعض، لانهار البلد وتفكك وأصبح بالماضي يقال شيء اسمه العراق. فالقضية يا أستاذ أنس قضية يعني مجرد أيام فقط. تذكر كلامي، فقط إذا انتهت الحرب الأوكرانية الروسية وانهارت أسعار النفط، حين ذاك ستعرف حقيقة العراق والزيف والخداع الذي نحن نمر به. هذه السيولة هي سيولة مؤقتة، لأن الجميع لا يمتلك رؤية اقتصادية من أجل قيادة البلد. نعم. هناك زيادة سكانية انفجارية، هناك خريجين بالملايين سنويا، وفي نفس الوقت هم لا يفكرون إلا فقط في النفط وفي مبيعات النفط من أجل توزيع الرواتب وإسكات هؤلاء. وكذلك مع هذا وهناك سرقات للضرائب، سرقات بالمليارات للمشاريع الوهمية. فالقضية من أين تنظر لها هي قضية منتهية وتعبانة كما يقال، وكأنها دولة الله كريم، وكأنها دولة الله كريم، والله دائما كريم. أو على فراد دزاي حارض كل من يدعو له. نعم. أنا بس عندي سؤال، إحنا كعراقيين نستحق اللي صار بينا بكل صراحة؟ يعني ورا بعد ما ركضنا ورا ابن الطائفة وابن القومية وابن العشيرة وضربنا الوطن والوطنية عرض الحائط، نستحق هذا المصير؟ نستحق ولا نستحق؟ نستحق لأننا صفقنا لهؤلاء الفاسدين
ولا نستحق، ولا نستحق، لأننا عرفنا حقيقتهم النتنة متأخرة متأخرة متأخرة. نحن ليش نحكي تحكي على جيلنا؟ جيل 2002 و2003 و2004 وصاعد راح تتدمر 20 سنة لا شيء. بس أنا عندي بعض ملاحظات لو سمعت أخونا أوراز يحكي على النور. إحنا ما ذي شخصنة الموضوع، نور وسيلة، وسيلة لسرقة. نعم. اللي وراء نور منه هو هذا السؤال. هذا يعني نور الرجال طلع سوى على شيء 150. قلت لك اللي وراء نور منه. إيه 150 مليون دولار. قياسا للمليار ونص مو شيء. هذا واحد. لا هي لا هي تسوي لها تقريبا. البلد مسروق سياديا. اللي طلعوه 182. لا سيادة في العراق. 7% من. كل من هب ودب يقصف يضرب يقطع المي كذا كذا كذا. أيام زمان بترافر بيل كان اكو ساحة يسمى ساحة تسمى قرباك. إيه. قرباك هذا شنو؟ كل من يجي من أطراف أربيل يجرب حصانه بهالساحة. زين. العراق صاير الآن قرباك ساحة طينية، كل من يجي يجرب حصانه. مو من ناحية يعني حتى الأدوية. جد أكو أدوية فاسدة موجودة في العراق. 50% من الشباب داخل العراق ما أعرف والله بالإقليم ما عندي إحصائيات يتعاطون المخدرات. خلينا نكون شوية منصفين. يعني في عهد السابق أحد يقدر 50% من الشباب العراقيين يعني كافي العهد السابق مو هسه يقول لك قاعد لا يا بلاف احنا يعرفون موقفنا من النظام السابق. شوف بعدين ابو عبودي الغالي الله عز وجل منطقي نظام قانون في القرآن يقول ولكم في القصاص حياة، ربط الحياة بالقصاص. من ينفذ القصاص؟ السلطة التنفيذية. انت كل الحكومات بعد الاحتلال ولدوا ميتا. وين حسابات الختامية من 2005 إلى 2014؟ ميزانية 2014 وين؟ لا الحسابات الختامية إيه إيه كل إيه حكومة إيه تسلم حسابات ختامية. أوكي بس وين؟ إيه وأنا دا أسأل إيه عن ميزانية 2014 وين؟ إيه والأستاذ يقول أنا أكلها الذئب ونحن عنها غافلون. أنت تأكل ثوم بحلقي يعني لأنه أساكو يعني شهر العسل بيننا وبين الجماعة حاليا. الله أعلم من يرجع سوداني من طهران ممكن يغير الموج ويصير مشاكل. عموما سوداني عمي الله يوفق للسيد السوداني. سوداني استلم حمل ثقيل، حمل كبير وركام ثقيل. هذه لا بسيد السوداني ولا بميت سيد السوداني ما تنحل إلا قصاص إلا قانون. هذه لو علقوه أم في الميدان أو في ساحة الخلاني يكسرون عيوني ألف سارق. لا يوجد قصاص في العراق إلا على الفقير. أستاذ تطرق إلى رئيس المحكمة الاتحادية أخي أصلا المحكمة كل الجزئيات في العراق كل الفرعيات كلها واحدة مرتبطة، المحكمة الاتحادية الوزارة الدائرة كلها مرتبطة بهذه السرقات. ولهذا من تصل انتخابات كل من يقول حصتي، وحسب ما سمعنا والعهدة للراوي انه وزارات تشترى ب 100 مليون ب 50 مليون ب 80 مليون. انت شايف البلد كتلة نيابية تشتري وزارة ب 80 مليون ايه؟ يا جماعة الخير. وشايف البلد أيه؟ انه وزاره تتقايض بمديريه عامه داخل الوزاره هو بالعراق يتبادلوها أيه؟ هاي المديريه عامه تابعه لهاي الوزاره. تريد المديريه العامه لو تريد الوزاره اي. فاحنا يعني حاليا فلوس حاليا استاذ احنا أيه؟ كلنا حتى ضيوفنا الكرام يروحون للفرعيات. كان السلطه التنفيذيه اذا قويه السلطه التنفيذيه يعني المملكه العربيه السعوديه الشقيقه شخص سرق سجن 50 مليون ريال هذا وطرد في المنصب لو بيزود غير يسرح في السعودية يبوك. أنا قريت تقرير عن يعني محاربة الأمير محمد بن سلمان للسرقات كمثال يعني نجيب كمثال. العجيب أنه اليوم موظف دولة مرفه تعرف شنو؟ هذا من يصير درجة خاصة يكون موظف دولة مرفه يعني راتبه زين يتحول إلى وحش ضاري أضرب يا أخي ليش تبوك؟ هاي أول وحدة. اثنين انت طلعت من المنصب خل اروح على اوراس المشهداني لان هاي المشاهد شايفها هوايه هو بالمناطق اللي هو عايش بيها. هو كان بالمنصب مسؤول ومعروف مثلا وطلع من المنصب اشتاهوات بعدها القصور زادت السفريات زادت الكرش اكبر الراس اكبر شنو الموضوع زين هاي وحده. اثنين يعني هاي النتيجة الحتمية اللي ننتظرها أطفال مزابل ومدن صفيح وشوارع نيوتلا
اليوم بالبيجي واحد من الاشخاص مسوي فقره رهيبه على مواقع التواصل الاجتماعي، احييه طبعا من برنامج جدل عراقي، جاي على شارع عادي شارع وجايب التريكتر مالته وقايم يكرب بيه، وواحد واقف يطش حنطه بالشارع بشارع زين، يقولهم هذا اللي هذا هو هذا الصحيح، ويفزعهم عافية اخوتي. حول شارع الى حقل لانه الشارع ما مبلط، في بيجي ام مصفى بيجي اللي مباق الضحى العالي، ايه راس المشهداني، ايه شو صبحت النيوت اللي يمكم؟ والله احنا شوف احنا بكل مطرة الصيف المجتمع يقول يا الله، اهل الزرع والناس الوسطاء يقولون يا الله، المسؤول يرفع ايده انه ما تمطر حتى لا يصير الحال اللي عايشه بيه الناس. اقول لك هو داير بال المسؤول الخاطر، الله يا استاذ اوراس هو داير بال، ما داير بال، ما داير بال هو، ان حكيت وان ما حكيت تطبعت جدودهم مو كيفه. هو اذا بباله انه كل اذا كل صوت عباله ان الطارميه يطلع او يريد يوقف عند حده او يمنع الدخول للدائره، عباله انه راح تجي علينا تركه ارهاب، فهذا الوهم راح. بهذا الجانب انا لا ادعم الدوله واختلف مع الاستاذ بهذا الجانب، انه انا اليوم من ندعم القضاء وادعم المحكمه الاتحاديه، انا دا اقول انه اكو هيمنه من القرارات السياسيه فارضه نفسها على اجزاء من القضاء واجزاء من السلطه التنفيذيه. محمد اشياء السوداني احنا في بدايه تسلم المنصب اتحدث بلغه فهموها السياسيين ومن قال لهم واهم من الكتل السياسيه اللي يفرض علي، احنا نعرف اكو توافقات لكن مو معناها انه فرض، احنا اليوم نريد ندعم دوله. اليوم احنا شباب وجيل مثل ما ذكر الاستاذ جيل 2003 وال2000 وغيره، واحنا نص الثمانينات ونهايتها، احنا جايين نريد ندعم دوله. يا دوله رئيس الوزراء انت عندك امكانيه انه الجيش الجيوش وياك وتخلي ايدك بيد الشعب وتغير الاستراتيجيه السياسيه اللي انفرضت على الدوله وعلى الشعب، احنا جاهزين. لكن احنا مال طمطم لي واطمطم لك، هاي ما عاد ما تمشي. انت اليوم اذا تريد تصنع جيل يغير فانت لازم تجيل جيل عنده ثقه بيك وبماكنتك من اجل انه يصير عنده ثقه بالعمليه السياسيه ويدعمها. المسؤول دي يستجيب استاذ اوراس، المسؤول دي يستجيب. المسؤول التنفيذي هو العراق للشخصيات اللي زرعتها بهذا المنصب. اليوم المناصب اللي ما تباع تؤجر، المناصب داخل الاقضيه والنواحي والمؤسسات اللي ما تباع تؤجر، بالتالي هذا اليوم باي طريقه واخرى يستنزل المشاريع وياخذ من كومشنات من المشاريع من اجل ان يوديها الى استاذه. لكن هذا ما يمشي علينا كجيل استاذ انس، احنا نريد نصعد لكن احنا نقول انه نريد ننطي فرصه. احنا اليوم ناشطين، باحثين سياسيين، ناقدين سياسيين، منطين فرصه للدوله. هذا التصرف مال البارحه اللي صار استفز التيار الصدري. التيار الصدري اللي غادر العمليه السياسيه ممكن باكر راح يرجع بموجه تياريه اضافه الى شعبيه وجزء منها سنه. مناطق حزام بغداد هاي المناطق المهمله حكوميا واللي ما لها غطاء يحميها لا سياسيا لها تمثيل ولا لها تمثيل حكومي، هاي مناطق اليوم مستحيل ان تبقى ترتضي الى هاي التركات السياسيه العفنه اللي جاءت منها مناطق فيها الحضير، مناطق خضراء ومناطق حزام بغداد، مناطق تعتبر سله بغداد الغذائيه. بهذا الحال مجتمع متردي الخدمات به، يجون المسؤولين يزورون ويشوفون حال المجتمع. اليوم كان يعني عندكم، اليوم كان عندكم مسؤول حكومي، لحظه. نعم اليوم كان عندنا مسؤول حكومي بس جابوا على التمليط استاذ انس، ما مشوا بالاحياء. وانا قلت له منو زاركم اليوم؟ وكيل وزير البلديات، رجل محترم والرجل واسطته صوره غير. يعني الناس تقول لك انه احنا نتخوف من انه نجي قضاء الطارميه بسبب الشعارات الرنانه اللي وصفت انه القضاء خطر وقضاء بمشاكل، لا اخي مو خطوره، لكن اكو مجندين من القضاء يوصلون الصوره العفنه على المنطقه حتى لا يجوا هالمسؤولين.
لهذا السبب الطارمية بابها مفتوح، والمسؤولين التنفيذيين اللي يصرفون الأموال على هاي الأقضية وما توصل بصورة صحيحة إلى المشاريع وتنزل إلى الأرض، يجب أن يأتوا إلى الطارمية ويشوفون حال الناس بالعين المجردة. اليوم شافوها بس شافوها بتكعن، لأن الجو على الطرق اللي مبلطة. مشاريع كل مناطق حزام بغداد هي بيها مشاريع مستغلة من قبل جهات سياسية، وبيها شخصيات تنفيذية من داخل المؤسسات هم متعاونين مع هاي الجهات من أجل حتى يعبون حج جير. لهذا السبب أنه احنا نقول لدولة رئيس الوزراء أنه لن يتم دائما استفزاز المواطن. اليوم أكو عتب من هاي المناطق، يا أخي يا أبونا في السلطة، يا صاحب القلم اللي يشفي واليأفي، أدخل إلى مناطق حزام بغداد وزورها، ترى عرابين موجودين على مستوى مشاريع وماضيات. أنتم مو مبيوقين بس فلوس، أنتم مو مبيوقين بس فلوس، أنتم مبيوقين فلوس، مبيوقين شباب، مبيوقين جيل كامل. أنتم تدري لو ما تدري ليش بس هم كل العراق. احنا ولدنا الابرياء اللي بدوا الناس يشتروهم، والعوائل اللي بدأت تبيع بيوتها من اجل انه تشتري شبابها من السجون، فهذا ايضا موجود على طاولة البرلمان وعلى طاولة رئيس الوزراء. واحنا قبل 5 ايام يعني وصل الخبر انه دولة رئيس الوزراء فاتح هذا الملف مع فريق استشاري لمتابعة ملف المعتقلين في السجون، واوصل العوائل والاهالي اللي عندهم كتب تقارير طبيه انه يبحثون بها. طيب. ويوصلوها الى الدوله. طيب هاي الخطوات نعم هاي الخطوات عفوا استاذ وراس، هاي الخطوات حتى اروح للاستاذ احمد السراجي. استاذ احمد، هاي الخطوات اللي دي يسويها السوداني تنحسب الى، لو تنحسب للطبقه السياسيه، هذا ان قرئت على انها ايجابيه وانت هنا طرف البحث السياسي، يعني هل تعتبرها إيجابية للسوداني أم إيجابية للطبقة السياسية، وربما ستنحصر في الطبقة التي رشحت السوداني للوصول إلى رئاسة الوزراء؟ يعني بالتأكيد هذه الخطوات الجميع اليوم يترقب وينظر، والتفاؤل موجود. يعني لا يمكن للإطار أو للطبقة السياسية أن تبقى على نفس الآلية تقود البلد على نفس الطريقة وينتظرون أن تتغير النتائج. فعليهم أن يعوا أن الشعب العراقي اليوم يراقب وينتظر، ينتظر تغيير بالسياسة الاقتصادية والتعليمية، قيادة الدولة، التلكؤ في كل المجالات. أستاذ أنس، حتى النظام، نظام البرلماني ثبت فشله في العراق. يعني 4 سنوات يأتي رئيس الوزراء بكابينة تشتري المناصب، وكل وزير يتبع طائفة ويتبع حزب. هؤلاء لا يأتون لبناء بلد، لا يأتون لقيادة دولة، هم يعملون لأحزابهم لمكوناتهم. تنتهي 4 سنوات، بعد ذلك تأتي حكومة أخرى مشابهة للسابقة، وهكذا تمضي الأيام. اليوم السوداني هو من نفس جاء بنفس الآلية، فماذا نتوقع من هذا الرجل؟ هل يعني يحارب الأحزاب أو يحارب الدولة العميقة؟ لا، بالتأكيد الجواب قطعا لا، لأنه هو جاء من خلال هذه الدولة العميقة. هل مثلا يفتح الملفات القديمة؟ هل يبحث عن الموازنات التي اختفت وانتهت؟ وحضرتك ذكرت موازنة 2014، هناك وزراء خارج القطر عليهم ملفات فساد واليوم هم بمأمن، فهل يحاسبهم السوداني؟ فالقضية قضية خطيرة وقضية صعبة وشائكة، ولا يمكن للسوداني بهذه الآلية وبهذا النظام أن ينجح. هي مجرد زيارات هنا، وتذكر كلامي، هو سيذهب إلى طهران ويعود إلى بغداد ويعلن عن مبادرة للتقارب ما بين السعودية وطهران، ويبعد الأضواء والأنظار عن مشاكل العراق اليوم، مشاكل العراق الاجتماعية. كأنك تشير إلى شيء، كأنك تعيدني إلى زمن الكاظمي. لا طبعا، هي صورة مستنسخة للكاظمي. لماذا انتقد الكاظمي إذن على ما فعله؟ ما زال السيد السوداني إلى الآن يقتفي آثاره في التصرف. هذا من جهة. من جهة أخرى، اليوم النائب محمد البلداوي وصف عهد الكاظمي بأنه كان ولادا بالسراق. لماذا هذا التركيز فقط على فترة الكاظمي؟
احدهم قال احدهم وصف من جهه اخرى قال اكبر مجرم في التاريخ هو الكاظمي. ليش الكاظمي اكبر مجرم بالتاريخ؟ يعني ماذا فعل؟ لقد قضاها بكلمه اطمئنوا الرجال. لا لا، كل ما هنالك ان الكاظمي حينما جاء واصبح رئيس وزراء التوافق مع التيار والاطار، اتفقوا وجاءوا بالسيد الكاظمي وجعلوه رئيس الوزراء. نعم. وهو خليفه للسيد عادل عبد المهدي الذي طلبت منه المرجعيه الاستقاله بسبب تظاهرات تشرين ودماء تشرين. فاذا هو جاء كحل وسط وتوافق يرضي كل الاطراف، وحتى ان الكاظمي في بدايته اعلن انه سيحاسب القتله وسيطرح اسماء القتله الى القضاء وهكذا، لكن لم يحصل شيء من ذلك. فالاطار اليوم يحاولون تحميل الكاظمي كل تركه النظام السياسي الفاسد بعد 2003 وجعله هو السبب بخراب العراق، حتى يقطع الطريق لكل من يريد ان يفتح ملفات ما قبل الكاظمي، سواء كان عادل عبد المهدي، العبادي، المالكي، الولايتين وهكذا. فالقضيه هي احصروا العنوا يزيد، العن يزيد ولا تزيد. هذا هو المطلوب من هذه البروباغندا الاعلاميه التي تركز على شخصيه الكاظمي. لكن وتذكر كلامي، لن يتغير السوداني عن فترة الكاظمي، ولكن ربما نترحم عن فترة الكاظمي. فالقضية هي ليست شخصا للموضوع، هي قضية نظام بأكمله فاسد. لا يمكن لهذا النظام أن يقود البلد وأن ينجح العراق ويعود دولة قوية كما كان في السابق. أحيانا ركزنا على قضية النظام الرئاسي وروجنا لهذا النظام، ونقول في النظام الرئاسي هو الحل. رئيس الجمهورية ينتخب انتخاب مباشر من الشعب العراقي لمدة 8 سنوات، وهو الذي يختار الوزراء ويختار الكابينة. حين ذاك يكون محاسب أمام أي فشل، والبرلمان يراقب أداء رئيس الجمهورية. غير هذه الطريقة فلن يخدم العراق ولن يعود العراق دولة كما يتمنى البعض أو كما يتوقع البعض. النظام البرلماني وهذه الآلية والـ4 سنوات ستجعل من كل رئيس وزراء وكل حكومة تأتي وتبدأ من الصفر، لا تكمل. يعني حينما يشتمون الكاظمي يعني يجعلونه انسان كانما جاء ليسرق ويثب وينهى. اذا لماذا لم تحاسبوه وتقيلوه وانتم تمتلكون الاغلبيه في البرلمان؟ لماذا انتهيتم بعد اجراء الانتخابات وحصلتم على الحكومه وبداتم بتسقيط الكاظمي؟ فانتم اليوم كل من يدعي ويقول ان الكاظمي سارق وما شابه ذلك، فعلينا ان نحاسبه ونقول له انت جزء من السرقه وجزء من الفساد، وانك كنت داعم للكاظمي حينما اختير وجعل منه رئيس الوزراء. استاذ فرهاد، والله عندي كم ملاحظه. اي نعم. اولا من مساله السيد السوداني، يعني بدا خطوات ينم على انه رجل دوله اذا استطاع. مثلا زار المستشفيات، هذا اولا. ثانيا مثلا قال لا يمكن لاي وزير يلتقي بأي سفير من السفراء بدون علم رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية، طبعا باستثناء قاني والسفير الإيراني، هذين هذول مستثنين. السفيرة الأمريكية ما أعرف السفير الأمريكي. إيه حديث مسألة المشكلة كما قلنا التلفزيون غياب قانون. أنا أسأل سؤال، مثلا هيثم جبوري لولا بسرقة المليارين ونص لو أصبح أو مالكي أو عامري أو خزعلي أصبحوا وزراء في حكومة الألمانية، هل يستطيعون يسرقون؟ لا. لكن من قال أنهم سرقوا؟ لزمنا بدينا وشفناهم باقوا. سؤال، لا سؤال منطقي والله. إحنا ما لزمنا أحد لحد الآن، وقلنا إي والله هذا حرامي. يعني نور مثلا هذا قول لزموه، ولو أستاذ وراس طق روحه من الموضوع لأنه مطلعيه بكفالة. نور حاله من حالات. احنا شفنا صراخ على شخصنات الموضوع، قصدي ثق سجونهم 5 نجوم. يعني اي شخص عراقي لو ذهب مثلا الى دوله مثل المانيا او هذا يستطيع يسرق؟ لا. لا ليش؟ لانه قانون قوي. المحاكم العراقيه كلها مسيسه، وجزء من هذا الفساد في جميع الوزارات. يعني بعد احداث الخضراء اجتمع الكاظمي بالرؤساء الكتل والى جانبهم منه رئيس المحكمة الاتحادية. أنت تقول إحنا مو سياسيين، إحنا عملنا مهني، شو عندك العقوية رؤساء الكتل تروح تجتمع؟ إذا المحاكم يقول مثلا أستاذ وراس يقول جزء من المحاكم، لا المحاكم كلها. هذه المحكمة لو طبق قانون 5% ما أطلق سراح نور. لكن القانون غائب، ما دام القانون غائب يعني المشرعون ليش شرعوا القوانين؟ لأن القانون يردع المعتدي.
هذا القانون في العراق يردح المعتدي؟ لا، كل لف ودوران. العراق الان اساس 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 العراق تلاقي بامريكا الجنوبيه الوطن كله مسروق. زائدا احنا يعني شيء نسينا زين على قوله كاظم الساهر يقول اشكيك لمين، يعني المتهم الرئيسي بهاي السرقات جهات سياسيه، هذه الطبقه اليوم منها طلعوا الحكام مالتنا، الحاكم يسير امور الدوله، زين انا منو باقني؟ منو ديبوقني بهيج حاله؟ ابن عمك واخوك. اسالك سؤال، عن حكومه الاقليم حكومتنا منو بي؟ ابن عمي مسؤول، ابن خالي رئيس جامعه، الا انت نفسك، الحكومه احنا مشكلين، اذا حصلت سرقه نحن سارقين، صح؟ ولو موجود، لكن مع بغداد نسبه قليله جدا وبداوا يعني بضرب الفاسدين هنا بربيل منذ تقريبا 3 أسابيع شهر بخفاء، يعني ما يبقى ما يظل الفاسدي مكان هنا في الاقليم، يعني اخذ كلام مني. فيعني انت القانون غائب في اربيل، في اربيل لو هنا الحكومه تسمح او ترخي شويه مساله القوانين، السرقات في وضح النهار، احنا بشر حالنا حال اللي يعيش في موصل في بغداد، صح؟ نعم. لكن اكو شده في تطبيق القانون، الوضع تشوف تحت السيطره. العراق قانون غائب، المحاكم ما تشتغل شغل مهني، كلها مسيسة، اتصال واحد بالليل تغير، يعني هذا الدكتور خالد خالد العبيدي الوزير عندما جلس في البرلمان قال فلان وعلان اتصلوا فيه قالوا مليونين دولار نعطيك اعطينا كذا وكذا، يعني اسوأ شيء الوزارات الامنية، الفساد في الوزارات، لانه الوزارات تحافظ على امن البلد. أنا من حلقات هنا أقول يابا ما حد يقدر يدخل الجرف الصخر، ضيوفنا يعترضون، أخيرا اعترف حلبوسي قال ما حد يقدر يروح جرف الصخر، أنت شايف مدينة عراقية رئيس وزراء عراقي ما يقدر يدخل مدينة صغيرة يعني بدء حي من أحياء أربيل، رئيس الوزراء ما يقدر يروح، وين السيادة؟ وين الدولة؟ وين كلها غياب القانون. غياب وقف الحرجي هذا حكومة الاقليم، عندنا من الاقليم نواب داخل حكومة بغداد، خلي يشكلون كتلة ويروحون يدعمون القضاء اللي موجود داخل بغداد، بما انه القضاء همات اصبح بالكامل هو التعبان، ويروح يدعموها لان هم جزء من المشكلة. النواب اللي موجودين عندنا من كردستان، احنا ليش نفهم كلها على بغداد؟ احنا همات عندنا مشاكل بالاقليم، بس انتم مشاكلكم مستورة، احنا مشاكلنا مفضوحة. انتم تعالوا هنا هسه عندكم نواب من الاتحاد ومن الديمقراطية، اجمعوهم وعطوهم رؤيه، قول لهم روحوا انتم بقرار رئاسكم اسعفوا القضاء في بغداد واسعفوا الشعب السني والشيعي في بغداد، طبقوها برنامجكم اللي مطبقينه بالاقليم، طبقوا لنا يا بغداد. يقول لك طبق اللي عندك يمي، لانه اللي يمك انت تقول نموذجي، تعال جيبه يمي. انا مو يسمحوا لك لو ما يسمحوا لك اخي، انا مو سلطه تنفيذيه ببغداد، مو على سلطه تنفيذيه. لا وقف وقف لحظه، يكون ضاغط منتهى. وقف وقف لحظه لحظه، وقف. وحده من مطالب الكرد التفاوض، واحدة من مطالب الكرد التفاوض مع بغداد دائما ايش يقولون؟ نريد حصة في صناعة القرار العراقي. اي طبعا ما حد يعطيكم حصة، طالبوا بها هالمرة، قولوا لا احنا لازم ناخذ مو بس انا حد. بالقرار الامني، بالقرار السياسي. نحن واخواننا السنة العرب غائبين من 20 سنة من قرار العراقي، القرار بيتطبق جماعة واحدة. واحنا ما لا طبعا من حقنا، نحن اذا كنا جزء من الدوله، جزء من العراق، اذا تتركونا نروح والله نشكركم، نتخلص من هالوجع الراس ومشاكلكم. مراد انا شيخ مراد امورك احنا اذا كنا جزء من العراق، احنا قلوبنا خلصانه. وراس المشهداني وقف، يا المشهداني وقف. انا احب المشاهدة. كاكا ابو عبودي، ابو عبودي حبيبي، احنا اذا كنا جزء من العراق ومشارك وفي بغداد ما نريد نكون مشاركين، شركاء في اتخاذ القرار. اصروا يعني احنا ليس الخز علي، احنا نريدكم القرارات الاستراتيجية على السودان يرجع للاطار، مو ليش احنا ما نشارك بالقرار دستان؟ طبعا لازم يشاركون بالقرار. من يقول؟ لا انت كل سنه يقولون اي وانتم كذا. لا لا احنا نريد من الكرد، احنا نريد من الكرد انه فعلا هالمره يصرون على المشاركه بالقرار السياسي. يا رجل مالكي ب 2014 2010 استدعوه في الرجال والله ب 2010 جي الاربيل قال ماده 140
مادة دستورية ما نستلم السلطة قطع الميزانية على الإقليم. فعندك مشكلة مع الطبقة السياسية يا أخي، مشكلة. إذا في العراق القانون غائب، لو قانون سيد، القانون سيد، ولا أني ولا أنت ولا محد يقدر يتجاوز. راس المشهداني حبيبي، سمعت كلام الأستاذ دكتور، بس عفوا ملاحظة، شيخ فرعي، المعتقلين أي نعم، أخذ مني، المعتقلين سيبقى وضعهم ولا يتغير. قال اللي عنده التقرير عنده كذا، لأنه أنا اتوسطت لأحد مشايخ العرب، نعم، يعني وزير العدل الكردي، حاول اتوسط اطلع ابن البريء المسكين ما عنده لا ناخذ حكمه على 15 سنة، والله ما عنده بجد الإبرة يعني أذية لحد، نعم، حكمه على 15 سنة، حاولت بكل قوة، بالأخير قالوا لي قضية السجن والمعتقلات كذا كذا وانسحبت. أنا خلاص وقتي، خلاص حتى الدقيقة اللي أضطيها الأوراس. أشكرك جدا الناقد السياسي فرهاد الدزي، كنت معي في هذه الحلقة. شكرا أيضا بسعة القلب السياسي أوراس المشهداني، كنت معنا من بغداد الحبيبة، محيط بغداد. شكرا أيضا للباحث في الشأن السياسي أستاذ أحمد السراجي حبيب القلب، كنت معنا في هذه الحلقة. شكرا لكم مشاهدينا، حق الرد مكفول، حتى نلقاكم من جديد. تقبلوا تحياتي أنس عبد الرحمن، وتحيات المخرج حسام أبو فاعور، إلى اللقاء.